بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات اللي متبعيني تنسلم عليكم، وبغيت ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف والاحوال. واليوم جبت هذا الرشيمه ديال المبره بنطبقها معكم. مطالب من البنات دخلوا عندي الخاص وطلبوا نطبق معاهم المبره، وجبنا هذه الرشيمه ان شاء الله غادي نطبقها ديال المبره، ونتمنى ان شاء الله تستافدوا. وشكرا للبنات ليكم. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه غادي تكون عندنا ان شاء الله تكون عندنا الزيزوار تكون جديده، تكون زيزوار جديده واول مره تنستعملوها. المهم الزيزوار تكون جديده اول مره تتستعمل، ما تكونش يعني حافيه. تنبداو بالغرزه هي الاولى، تنديروها في الثوب، تنديروا نعرضوا شويه وتنديروا الغرزه باش نغلطوا ديك البلاصه فين بينا نخدموا، باش اللي ضربنا بالزيزوار ما تنوصلوش الثوب، تتكون بحال درنا الاساس ديال هذيك المبره. باش لحلينا بالزيزوار تنكونوا دايرين لها واحد الساس، بعد تفهموني ان شاء الله ملي تشوفوا كيفاش. المهم غادي بقى تنخدم ان شاء الله الغرزه في هذيك البليصه حتى ندير ليها التفريشه ديالها. انتما كيفاش ندير التفريشه هي بالغرزه معرضه واحد شويه، صافي تنبقى هكاك تنخدم ديك الغرزه اللي تنبدا بالعراض شوي بشوي، تنبدا تنعرض، تنبدا غادا وما تنعرضش من الاول باش تجي مفتحه. ملي تنفتحوها تجي مفتحه بحال شي وريضه مفتحه، تتعود غادا ديكراديا، متنعرضوش من الاول. صافي تنبقاو غاديين هكذا تنعمرو شويه، وردوا بالنا باش ما تضربش لينا البرا في وسط الخدمه. ما نمشوش نمشيو بالعرض من العرض، تنبقاو غاديين بواحد العرض اللي ما نضربوش في وسط ديك الخدمه اللي تنخدمو، ديك حنت البلاصه تتقصح صافي تتولي بحال شي العلفه ديال شي تمره ولا العلفه ديال شي زيتونه. المهم نردو بالنا باش ما تضربش لينا البرا فوق هذيك العلفه اللي جالسين تنعمرو فيها هكاك باش تولي تامره. ايه بشويه ردو بالنا ونخدمو بشوي بشوي علينا. انا حيت الصوت تاع الماكينه، المهم انا كنت نهضر في هذا الفيديو ولكن جا الصوت تاع الماكينه طاغي على الهضره ديالي، داكشي علاش حاولت نسجل لكم. المهم بنحيد صوت الماكينه وسجلت لكم هكذا. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح ديالي مبسط ومفهوم. ملي تنكمل تنضرب واحد الغرزه، شفتوا لاحظتوا تنضرب واحد الغرزه تنثقف بها دوك الجوانب باش ملي تنفتحها ما تخرجش لينا من الثوب. حنت دابا الطازيله بينا نفتقوه تنسربوه هكا تنفتقوه من الفوق هكا وتيخرج من برا من الظهر ديال هذا. دابا تنثقفوا بواحد الغرزه هكا تندور بها تنحرف بها ديك الحشيشه كي ولات تمره تتولي بحال العلفه التمر وقاصحه. نردو بالنا باش ما تضربش لنا فيها البرام. ملي تنكونوا هكا تندوزوا ديك الغرزه من الجناب باش ملي تنفتحوها من الزيزوار من الوسط تتكون ثابته من الجناب الغرزه. ان شاء الله يكون مفهوم لكم. انا تنعاود نزيد نثقف بديك الغرزه من الجناب، ان شاء الله يكونوا البنات فهموني وتخدموا ان شاء الله وتنجح معاكم. بالنسبه للبنات المبتدئات هذه المبره البنات راه خدمناها في التسعينات، خدمناها في 94 و95 93، المهم في دوك الايام ديال التسعينات خدمنا هذه المبره، كانت مطلوبه بزاف. خدمناها في التكاشات في القماياس، خدمناها في الجلالب في التسعينيات من كدا و90 وجايين. ودابا راه عاودو تاني بغاوها الناس. انا مازال ما جانيش الطلب عليها ولكن جاني الطلب ديال التطبيق ديالها. بالنسبه للبنات اللي متابعيني بغاو التطبيق ديالها انا درتها لكم ان شاء الله تستافدوا. والرشيمه ترى اي رشيمه يمكن لكم تخدموها بالمبره، اي رشيمه، المهم يكونوا فيها دوك العليفات ويكونوا فيها الوريقات ويكونوا فيها دوك البنانات هكذا. البنانات هي هذيك اللي تنقولوا حنا البنانه هكا اللي مايله تقدر حتى هي تجي بالمبره ماشي مشكل. المهم رشيمه يكونوا فيها هكذا الوريدات وماشي مشكل.
و تنبقاو هكذا خدامي بشويه بشويه، و تنتقفو من الجناب ملي تنساليو هكذا ديما نفس الطريقه، نتقفو الخدمه من الجناب باش ملي تنحلو ان شاء الله تجينا متقفه وتجينا الخدمه نقيه ومفينيه، كلشي على الفينيسيو، تجي الخدمه مفينيه ومتقونه. وتبعوا معايا البنات الفيديو ان شاء الله حتى الاخير باش تشوفوا الرشيمه كيفاش طلعت. المهم انا غادي نطبقها معكم كامله دوك الوريقات بدوك باش تشوفوا الرشيمه كيفاش طلعت. وما تنساونيش من لايك البنات، لايك الله يجازيكم بخير، واشتركوا في القناه اللي ما مشاركش يشترك باش يوصلكم كل جديد. رشيمات مختلفين ومتنوعه وخدمه متنوعه ورشامي من كل نوع. يلا تبارك الله عليكم البنات، وتبعوا الفيديو حتى النهايه ان شاء الله، وخليتكم على خير في النهايه، وتشوفوا ان شاء الله كيفاش طلعت الرشيمه. يلا تبارك الله عليكم. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد الشمس منه والبدور ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا
بكم عرون وجميل 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 سدها النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد الشمس منه والبدور ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا 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 لولا
ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. السلام بنات، انا رجعت باش نوريكم ان شاء الله الرشمه كيفاش طلعت. دابا غادي نفتحوا هاد العريفات اللي خدمنا، نفتحوهم بالزيزوار، تمشيو للوسط ديال العريفه. هنا راه ما بانش ولكن غادي ندور ان شاء الله باش نبين لكم. غادي ما مقداش مزيان مع الكاميرا شي كيفاش تجي مفتحه. المهم تنمشي للوسط ديال العليفه، انا هنا راه بينت لكم شويه الوسط ديال هذيك العلفه، وتندوز بالزيزوار غير بشويه، نحاول ما نوصلش حتى نوصل للثوب باش ما نقيش الثوب ويتشرق ليا، يعني نقطع الخدمه. ملي تنكون تنقطع تنحس بيدي راه وصلت لديك البلاصه الحرشه اللي خدمت بالغرزه، فهمتي؟ تتبدا الزيزور تتحس بديك البلاصه اللي وصلتي ليها. المهم بشويه ما نبينش كاع، ما نقطعش حتى نوصل الثوب ويبقى تيبان ليا الثوب مشرق شويه. المهم الزيزور هي بشويه، ونطول البال ما نضربوش صباعنا. شي كيفاش تتجي، تتجي مفتحه، ورا نقدروا نخدموا حتى باللون بحال مثلا هكا، يجيو جوج الوان مديكراديين مثلا، نسبقوا هكا اللون المفتوح تنخدموا النص ديال ديك العلفه ونعاودوا نبدلوا اللون ونديروا لون اخر باش تجي موجه، تجي الورده تتبان بحال اللي مفتحه. المهم انا خدمت هنايا بلون واحد، واصلا هذا فاش يتحل تيولي مغلوق شويه على الخدمه اللي في الجناب. شتا الزريق فاش تحل، داك الخريشي فاش تحل تيولي اللون مغلوق شويه على اللون، تيولي مديكرادي معاه. شو كيفاش جا انتما البنات، شتي داك الخزيزي تا هو كيفاش جا ملي تفتح، ولا تيبان ديكرادي الصفير تا هو فاش تحل. انتما البنات كيفاش جاو، تنحلو ليه بشويه. هنا راه تنقول لكم على هاد الرشيشات اللي ترشوا ليا بالماكينه، مع الماكينه اصلا كانت خاسره ليا، وترش ليا الثوب واحد الرشيشات تيبانو هكا في المرمى كحلين، غير الثوب راهي شانتيو ماشي ديال الماليه. بنادم يرد البال هكا ملي يكون مزيت الماكينه، يرد البال بحال هكدا، حيت انا هذا هي شانتيو ماشي مشكل. هانتوما شتي كيفاش نحلو ديك العلفه، تنحلوها من الوسط ديالها نيشان باش ما تجيناش مايله. نمشيو للوسط ديالها وندوزو بالزيزوار ونحاولوا ما نوصلوش الثوب كيف قلت لكم. وملي تنكمل غندوز بواحد الغرزه من الوسط ونردو بالنا في هذه المساله هذه باش نعاودو نثبتو. كاين اللي ما تيدوش بها حتى تقفناها من الجناب، اللي ما قدرش يعاود يدوز بالغرزه من الوسط وجاتو صعيبه ما يدوش ماشي مشكل، ولكن من الاحسن اللي يقدر يعاود الغرزه من الوسط من بلاصه الزيزوار فين فتحنا يعاود يدوز هكا بالغرزه باش تزيد تقف. انا راه غادي نعاود ندوز بها ما عطفاش، غادي نعاود ندوز بالغرزه من الوسط.
ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. المهم انا غادي ندوز بالغرزه ريان، انا ما تصورتش ليا، كنت نسحب راسي تنصور والكاميرا وقفات ما صورتش ليا ديك الطريقه باش دزت بالغرزه. المهم تندوز بالغرزه من البلاصه ملي فتحت. ونتمنى تعجبكم البنات وتلال اللي عجب ديالكم ان شاء الله وتطبقوها وتنجح معكم. ومرحبا للبنات اللي ما فهمتش شي حاجه، تليفونات تنجاوب على البنات، كلشي تنجاوبهم اللي تنسالي راه تنجاوب على البنات كاملين على التساؤلات في الكومونتير. ولا بغيتو شي حاجه مرحبا، ولا بغيتو شي شكيله اخر نطبقو معكم مرحبا البنات المبتدئات اللي متبعين معايا، الله يكمل عليهم ويسهل لهم. شي كيفاش هاد الوريدات هي تنفتحوها من الوسط، هي انا قربت لكم باش تشوفوا العريفة كيفاش تجي مفتحة. نحاول نقرب، انا تنقرب التليفون باش تجي تبين لكم شوية باش تشوفوا الزيزوار كيفاش تدوز من الوسط. نحاولوا ايه بشوية باش ما باش ما تنقيسوش التوب. تنقولها ونعاودها لكم، تردوا بالكم حنا ما نجيوش نطبقوا نيشان في خدمه الناس حتى وكان تدربوا عليها مزيان وتطلق لنا يدينا فيها، اللي ديك الساعه يمكن لنا نخدموها في حوايج الناس. المهم انا قلت لكم هذه راه خدمنا حنا في 90 94 92 وغاديه 96 هكاك 98 99 هي خدمناها. المهم هاد الطريقه راه قديمه، ماشي زعما يلاه جديده ولا هذا، منا في القفاطان وفي الجلالب قمايص، وقلت لكم خدمنا طب ديكرادي هكا تنخدموا الاول، نخدموا هكا مثلا اللون مفتوح واللي تنديروا المغلوق فوق منه، ملي تنفتحوها تيجيو الالوان ديكراديين، نقدروا ندخلوا حتى ثلاثه الالوان الا بغينا، تجي الورده مثلا فيها ثلاثه الالوان. هانتوما راه حتى هنا تيبان مغلوق على اللون، حتى اللون اللي دايز في الحاشيه ملي تيتحل ما تيبقاش هو اللون، اللون تاع المبره تيتغلق ما تيبقاش تيولي بحال لا خدمه نيت بالديكرادي، اللون فاش يتحل تيتغلق. وي بشويه عليكم البنات اللي تحلوا ايه بشويه، هنا راه بحال اللي حفات ليا الزيزوار راه تنحيدها تنبدلها، بدلتها حفات شويه حيت ملي قطعت بهادو كاملين يعني نقص بنادم يحطنا حنا نحطو حدانا الزيزوار مثلا جوج الزيزوار ثلاثه هكا باش لحفات لينا وحده نلقاو الاخرى واجده. انا راه بدلت الزيزوار الاخرى ما بقاش بغات تفتحهم ليا، بشويه هكذا تنحلهم على خاطرنا بشوي بشوي، ما زربانين فين اللي زربو ماتو. يا شتي كيفاش طلعت البنات، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. بقات ليا هي وحيده هنا ان شاء الله، ها هي عيتي غادي نحلها. شتي كيفاش نشقاها من الوسط ورد بالي ايه بشوي بشوي عليا. انا تنحاول نقرب لكم باش تشوفوا طريقه الفتحه كيفاش نحلوها بشوي بشوي. يلا البنات نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق وتطبقوها ان شاء الله، وردوا عليا في الكومونتير واش نجحت معكم ولا لا، وما تنساونيش من لايك البنات وشجعونا وتبارك الله عليكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. وانتم شوفوا كيفاش طلعت الوريدات، جاوا مفتحين واللوينات تاهما جاوا منسجمين، وتبارك الله عليكم البنات. وما تنساونيش من الدعاء، الله يجازيكم بخير وتبارك الله عليكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.